الأستاذ شرف الدين القليب، عضو مجموعة 25 ومحامي عائلات شهداء وجرحى الثورة، وبالمناسبة عضو جمعية لنا نساكم. وقفة اليوم 7 ديسمبر 2012 هي وقفة في واقع الأمر نظمتها جمعية لنا نساكم، وفي واقع الأمر كذلك الوقفة هذه تجي في إطار سلسلة من التحركات المدنية السلمية اللي تنظم فيها الجمعية، واللي من خلالها حاطين ولا مسطرين بالسطر الأحمر اللي راهو شعار المحاسبة، ما هو شعار فارغ، نحن متمسكين به وقاعدين ندفعوا به إلى أبعد مدى ممكن، ونحن متمسكون بإماطة اللثام على كافة الحقائق بما فيها هاللغز هذا اللي بات اليوم عصي، واللي شفراته باتت عصية كذلك، لغز القناصة هذه. وفي هذا الإطار تندرج قضية الشهيد سفيان بن جمالة، كما تعرفوا وكيل بالجيش الوطني بالبحرية، استشهد رحمه الله نهار 16 سبتمبر عندما كان ملاحقا رفقة مجموعة من زملائه لقناصة مدينة بنزرت، غدر به برصاصة قانصة، أقول جيدا قانصة باعتباره أنه تو حتى مظروفات الملف التحقيقي بتاع الشهيد سفيان تفيد أنه يعني مورث منوبين كان لابس الصدرية الواقية، ورغم ذلك استهدفته رصاصة. هذا ينجم يأكد على أنه القناص كان يعرف اللي سفيان لابس واقي ضد الرصاص، ورغم ذلك استهدفه في موقع حساس جدا وموقع قاتل قطع النظر على الرصاصة المستعملة. على كل حال، هو الهدف من هذه الوقفة ومن هذا التحرك بصفة عامة اللي كما شفتوا الناس كل هو تحرك سلمي، وشعار واحد تقريبا، شعار على لسان ولد سفيان الله يرحمه الصبي يوسف اللي كي مات بوه عمره 6 أشهر، تصوروا انتم 6 أشهر، والتو يحب يعرف شكون اللي قتل بوه، وان شاء الله الناس كل تتعاون باش تعرف شكون اللي قتل بو يوسف بن جمالة ويتحاسب. الوقفة هذه قلت لك بناء على التعطيل الكبير اللي مازال يتعرض له ملف التحقيقي نتاع الشهيد سفيان بن جمالة، واللي وصل، وهذا أسرت لي به حتى يعني زميلتنا الأستاذة ليلى حداد، قالوا لي وأنه فما نية حتى لحفظ الملف وحفظ القضية أصلا لعدم التعرف على هوية الجاني. نحن شو نقولوا؟ أنا شخصيا من موقع يعني تعاطي المباشر مع ملف الشهيد سفيان بن جمالة، وكذلك ملف الشهيد علي العمراني اللي هو كذلك عسكري وقع قنصه في نفس اليوم عندما كان مباشرا لمهامه ببنزرت. ما شفت الجدية بصراحة تامة، شفت سطحية مطلقة، شفت بدائية في دفع الأبحاث، وأنا شخصيا كان لي أكثر من اتصال بحاكم التحقيق العسكري المتعهد بالملف بالمكتب الثالث بالعسكرية دائما بتونس، وتلقيت عديد الوعود بتوخي مزيد من الجدية بدفع الأبحاث في اتجاه أكثر جدي، بتقريبا توخي كافة الطرق لكشف الحقيقة. إلى حد الآن ما شفنا حد شيء، ويبدو لي وأن الملف هذه مثل ما يشبهه من الملفات، وخاصة ملف القناصة هذه، يبدو لي باتة من الملفات الحارقة اللي الناس كل ما تحبش دور به، ويبدو لي كذلك وأنه يخفي ورايه حقائق، وأنا نقول في الكلام هذا وأنا عندي بيدي حقائق وعندي بيدي معطيات، وربما ماهيش إشكالية جرأة ولا حاجة، ولكن من باب التعاون نحن مدينا يدينا القضاء العسكري اللي شبعنا بالشعارات وشبعنا بك اليافطات نتاع الاستقلالية والحرفية والاحترافية، مرينا منه حد شيء. وملف الشهيد سفيان بن جمالة خير دليل على ذلك. أنا نقول ملف لم يتضمن غير سماعات وشهادات لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة وأنه أنا شخصيا قدمت بمطلب في سماع شاهد تمهيدا لتعرف وعرض متهم محتمل، أقول جيدا أو ذي شبهة، على الشاهد اللي تقدمت به، السيدة منيرة هذه اللي قابلت أصلا أحد المجموعة، أحد الأربعة اللي يشتبه في أنهم غدروا سفيان بن جمالة. بين قوسين، وقع القتل صارت بالعمارة عدد 23 الكائنة بشارع علي بن صالح ببنزرت، نهج البلاصات يسميوه، نهار 16 جانفي كما قلت لكم. سيارة نزلوا منها، سيارة مرسيدس قديمة،
وحسب الشهود السيارة هذه وقع يعني خفرها من طرف قوات الجيش الوطني. نزلوا منها أربعة من الناس، واحد منهم كان متحوز بحقيبة كبيرة يشتبه في أنها مشرجية بالأسلحة. طلعوا في فناء العمارة هذه، ويقال أنهم رابضوا الليلة السابقة للحظة الواقعة، رابضوا بالعمارة هذيك. فما عديد شهود العيان اللي شافوهم، البعض منهم شاف حتى قوات الجيش تلقي عليه القبض، ورغم ذلك يخلى سبيل من ألقي عليه القبض. ورغم ذلك لم نتعرف بعد على السيارة هذه المجهولة، المرسيدس هذه اللي ما نجهل في واقع الأمر رقم لوحتها المنجمية. ورغم ذلك سيد حكم التحقيق تعامل مع طلباتنا كأننا نجيبه في أمور تعجيزية، كأن طلباتنا معناها خيالية غير قابلة للتكريس أرض الواقع. وهذا في تقديري، هذا مانيش باش نوجه إصبع الاتهام لأي كان، ولكن أنا باش نقول فقط حاكم التحقيق المتعهد بهذا الملف مقصر، ومقصر جدا، وربما كان نزل لأرض الواقع ولمسرح الجريمة أكثر مرة كان تتبين له كثير من الحقائق، إذا كان خذي التدابير الاحترازية اللي ما ننساوش راهو خذاهم في حق عديد المتهمين الأخرين اللي كانت تحوم حولهم شبهة فقط، وخذيه تدابير احترازية سواء تعلق الأمر بتحجير السفر أو بالإيداع بالسجن، خذيه تدابير احترازية. حكم التحقيق ما خذيه حتى تدابير احترازي، واكتفى بالسماع والتحرير، واكتفى بتوثيق تاريخي لا يغني ولا يسمن من جوع، أعيد وأكرر. وهذا ما ينجمش يتلاقى مع الشعار اللي رافعه القضاء العسكري، اللي هو قضاء مستقل، واللي هو قضاء همه الوحيد كشف الحقيقة، واللي هو قضاء يقف نفس المسافة إزاء كافة الأطراف القضية. هذا مانيش قاعد نشوف فيه شخصية، وهذا قاعد يتأكد يوم بعد يوم، مش كان في قضية الشهيد سفيان بن جمالة، ولكن حتى في القضايا اللي تحالت على المجالس الجناحية والجنائية، وحتى في القضايا المنشورة اليوم قدام محكمة الاستئناف العسكرية. مانيش قاعد نشوف في هذا. أم الشهيد اليوم، زوجة الشهيد اليوم، يوسف ابن سفيان بن جمالة رحمه الله، يقول لكم شكون قتل البابا؟ والإجابة على سؤال شكون قتل البابا يتطلب قليل قليل من الجرأة، كثير كثير من الشهامة والرجولة. اليوم اللي يحب يعرف الحقيقة يزم يكون راجل بامتياز، والحقيقة ليست متمنعة، ولكن المتسترين على الحقيقة واللي ما يحبوش شمس الحقيقة تبزغ كثر. شو تصدقوا لهم؟